الأستاذ رياض الصيداوي في جنيف، آخر كلمة للزعيم القذافي توحي إلى وعيه ربما بنهايته كيف تكون، هل هذا صحيح؟ نعم، لأنه القذافي أو الديمقراطيات، يعني ديكتاتوريات أو ديمقراطيات، يدوران حول فكرة أساسية في علم الاجتماع السياسي، وهي ما نسميه بدوران النخب في السلطة، لا سيركيلاسيون دي زيليت او سان دي بوفوار. ما معنى ذلك؟ يعني ذلك ان الحكم في الديمقراطيه هو مضبوط بعدد سنوات، يعني دورتين تقريبا في اقصى الديمقراطيات، يعني 10 سنوات على اقصى تقدير. لا يستطيع الحاكم ان يرشح نفسه مره اخرى لانه محدد. فرانسوا ميتيرون بقي في الحكم 14 عاما، اي لان كانت دورتين، كانت الدوره بسبع سنوات. نعم. مع جاك شيراك غير الدوره، قال سبع سنوات طويله جدا، لابد ان تكون خمسه. الان ساركوزي لا يستطيع ان يبقى اكثر من 10 سنوات على اقصى تقدير. لماذا؟ لان ثم في الديمقراطيه احترام لمبدا اساسي، وهو دوران النخب في الحكم في السلطه، لا سيركيلاسيون دي زيليت او سان دي بوفوار. يعني انت اليوم في الحكم غدا في المعارضه، يعني حتى كنت رئيس دوله لا تستطيع، لا تحلم اكثر من دورتين والا فندخل الديكتاتوري. بينما المنطق الديكتاتوري مختلف تماما، وهو البقاء في الحكم إلى حد الموت، ويليت نورث الحكم للأبناء. وهذا ما حدث في الواقع منذ السبعينات والثمانينات في الوطن العربي، أن الحاكم العربي، الحاكم في الجمهورية، يريد أولا أن يبقى مدى الحياة، يحكم إلى أن يموت. ثانيا، يعني على الاقل عبد الناصر وكانت هواري بومدين والسلال وغيرهم ناس اخرين، يعني ما كانش عنده فكره التوريث على الاقل. لا، زادتنا فكره جديده، انا اريد ان ابقى مدى الحياه واورث الحكم الجمهوريه، وهي المفروض ان تكون، بما انها جمهوريه المفروض ان تكون ديمقراطيه، وورثها لابني. فدخلنا في الجمهوريات الملكيه وفي توريث الحكم. لماذا؟ لانه ثم ديكتاتوريه مطلقه تحكمت في العمليه، ديكتاتوريه مطلقه جعلت هذا الحاكم كان شابا فاصبح شيخا قرب 80 ولا يريد ان يخرج عن السلطه. اذا بما اننا في حاله الديكتاتوريات ليس لدينا مفهوم دوران النخب، فلا بد ان ننطلق الى التنحيه بالقوه، بالعنف، سواء عن طريق الثورة أو عن طريق انقلاب أو اغتيال أو أي شيء. ألا يمكن أن تكون هذه التنحية؟ هل يستحيل أن تكون هذه التنحية عبر صناديق الاقتراع؟ عبر صناديق الاقتراع، يعني دخلنا في مفهوم دوران النخب الحاكمة، لا سيركيلاسيون دي زيليتو دو بوفوار، دخلنا في مفهوم الديمقراطية. وبما أننا في الدول العربية لا نتحدث عن ديمقراطيات، وإنما نتحدث عن ديكتاتوريات بشعة، لأن ليست فقط ديكتاتوريات سياسية، وإنما أيضا وللأسف هي ديكتاتوريات اقتصادية. نعم. وديكتاتوريات اجتماعية وديكتاتوريات إعلامية، يعني ديكتاتوريات شمولية، دي ديكتاتور توتاليتار. نعم. يعني هي تسيطر على كل نواحي الحياة. فالديكتاتور على الأقل في الخمسينات والستينات كان فقط يعني يهتم بالمسألة السياسية، الآن الديكتاتور هو بزنس مان، هو تاجر. نعم. الحاكم العربي لم يكفي أن يكون ديكتاتور سياسي، أصبح تاجر، أصبح 50-50، وأصبح يبحث عن الصفقات ويثري وعنده مليارات، ومجلة فوربس تعطي أرقام خيالية للحكام العرب وما يملكونه من ثروات في موضعها في أمريكا وفي سويسرا وفي سنغافورة وغيرها وفي أبو ظبي ودبي، يعني شيء تجاوز الحدود، لأن الديكتاتور طيب مدام كلهم إذا مالية، مدام كلهم يمارسون البزنس كما تقول، لماذا لا يكون هناك من هو أقوى منهم ليمارس البزنس أكثر منهم لينحيهم عن الحكم؟ هذا ما حدث، هو الصراع في الواقع. لو دخلنا مثلا في تفاصيل الثورة التونسية والثورة المصرية، لوجدنا أن جزء أيضا من نجاح هذه الثورة هم أركان النظام أنفسهم في مصر وتونس وحتى في ليبيا. يعني من يقوم بالثورة الآن والمعارضة، يعني وزراء كانوا عند معمر القذافي. لماذا؟ لأنه حدث شيء اسمه تفكك النخب الحاكمة في علم اجتماع الثورة. عندنا ثلاثة عوامل حكينا عليهم مرات ومرات. العامل الأول هو راديكالية المعارضة مطالبتها بحل النظام. العامل الثاني وهو ما يهمنا، تفكك النخب الحاكمة وانقسام على نفسها، لأنها تعرف أن الحاكم دخل في نوع من السوريالية. نعم. يعني بن علي كان يريد أن يورث ليلى، كان يريد أن تصبح ليلى رئيس الجمهورية التونسية، مبارك يريد أن يورث الجمال. على ذكر بن علي ومبارك، الأستاذ بدي ابنه، أيهما أشجع من الآخر، بن علي أم مبارك؟ كلاهما ترك السلطة، وربما في هذا الموقف بالذات ربما هما أفضل من غيرهما، لكن أيهما أشجع من الآخر، مبارك أم بن علي؟ وهل هناك حديث يجوز الحديث أصلا عن شجاعة في موقفهما؟ هو القاعدة الثابتة تقريبا، هو سواء كان الحاكم شخص فرد مثل ما هي الحالة في الأنظمة الأوتوقراطية، وهي الحالة السائدة في الدول العربية والحالة السائدة في كثير من دول العالم الثالث،
وسواء كان يتعلق بأنظمة لا يحكمها أنظمة فردية.